مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. تحاول الحكومة الفرنسية احتواء أزمة بق الفراش الذي يؤرق بال الفرنسيين وطمأنة مواطنيها والعالم إزاء الوضع الصحي في البلاد، والبلاد بالفعل على مشارف احتضان عدد من الاستحقاقات الرياضية. وفيما تتناسى التبليغات من المواطنين في فرنسا بشأن رصد هذه الحشرة، في تغيب في الواقع حالات رصد جديدة لبق الفراش في عدد من الأماكن العامة لا سيما القطارات والطائرات. في المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عدم تسجيل أي انتشار استثنائي لحشرة بق الفراش على مستوى التراب الوطني، وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة التدابير الملائمة للحد من خطر انتشار وتسرب بق الفراش إلى التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط البروفيسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب الرباط، متخصص في القضايا الصحية. ومن العرائش أيضا ينضم إلينا الدكتور الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات الصحية، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة. ضيفي الكريمين أهلا بكما. بروفيسور خالد فتحي، حينما نتأمل في تطور الوضع في فرنسا، صحيح أنه رسميا يقال بأنه ليست هناك عمليات رصد جديدة في الأماكن العامة تثير القلق، وهناك نوع من الاتجاه نحو الاستقرار. صحيح أيضا أنه في الجوار الفرنسي بشكل عام في أوروبا، الجوار المباشر، لم تتم عمليات رصد واسعة لحشرة بق الفراش. هل يعني ذلك أنه المخاطر الآن لا تزال محدودة؟ هو يجب لا ننسى قضية بق الفراش ليست قضية طبية بحتة، وإنما قد تحولت إلى قضية سياسية لها علاقة بصورة فرنسا في العالم، خصوصا وأنها تستعد لاحتضان الألعاب الأولمبية. وبالتالي نجد أن هناك تناقضا بين الخطاب الرسمي الذي يريد أن يدعو إلى الطمأنة وبأن الأمور تحت السيطرة، وبين خطاب المعارضة التي تحتج وتعتبر أن الحكومة تركت المواطنين يواجهون مصيرهم بأنفسهم. هو صحيح أنه لحد الآن لم يسجل انتشار خارج فرنسا بشكل لافت، رغم أنه يوجد يعني نوع من الانتشار ببلجيكا، ولكن وقع هذه الحشرة على البلجيكيين هو أخف كثيرا من وقعه على الفرنسيين الذين أصبحوا يعانون مما يمكن أن نسميه برهاب بق الفراش، الذي قد تحول حسب بعض وسائل الإعلام الفرنسية إلى جهاد. بعض التقارير تشير إلى أن بق الفراش يتم الآن تسجيله في بعض المدارس. صحيح أن هذه المدارس هي في مدن متفرقة في الجهات 13 لفرنسا، وصحيح أن عددها يعد على يعني على الأصابع في فرنسا، ولكنه أدى إلى عودة مصطلح جديد كنا قد قرفنا منه، وهو الدراسة عن بعد. هناك مدرستين عادوا للدراسة عن بعد، وبالتالي لا زال الأمر تصوبه بعض الضبابية. وهكذا فإن دول المغرب العربي على سبيل المثال رأت أن من واجبها أن تكون استباقية وأن تقوم بحماية حدودها من أي تسرب لهذه الحشرة. شكرا لكم بروفيسور خالد فتحي. دكتور طيب حمضي، في الواقع هناك نوع من الارتباك، بالرغم كما ذكر ضيفنا من الرباط أنه طبعا هناك مسائل احتواء الوضع، لا سيما أن فرنسا مقبلة على الألعاب الأولمبية وأشياء من هذا القبيل، وأيضا استحقاقات رياضية أخرى. طبعا هذا الارتباك يشمل أيضا حتى ما يتعلق باليقظة فيما يتعلق بالمعابر، وأيضا إلغاء رحلة جوية من باريس نيويورك على الخطوط الفرنسية تم إلغاؤها في آخر لحظة الثلاثاء الماضي بسبب الاشتباه في وجود بق الفراش. ما هي المخاطر عمليا التي يمكن أن تنجم عن وضع مثل هذا؟ مساء الخير. بداية اسمح لي أولا أقول هنيئا أن الشعب المغربي ملك على هذه الهدية. هذه النقطة الأولى. الثانية وأنه اليوم نحن أمام وضع في فرنسا
في تساؤل المواطنين تحت فرنسا نفسها وفي المغرب دول أخرى، هل يتعلق الأمر مدام ليست هناك تقارير صحية مضبوطة عن انتشار حشرات في مدينة باريس؟ هل هو غزو لباريس وفرنسا أم هو غزو وسائل الإعلام؟ الواقع أنه بينهما. في فرنسا الحشرة لم تنتشر في ظرف أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وبالتالي إذا هدوء سيكون هناك هدوء في ظرف أسبوعين أو ثلاثة. في فرنسا الحشرة بق الفراش ينتشر منذ عدة سنوات، وعودة لهذه الحشرة عادت إلى العالم قبل 30 سنة. بدأت التسعينات بالأمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، كندا، في أستراليا، وبدأت في أوروبا سنة 2005، منذ سنة 2005، وفرنسا تعرف هذا الوضع منذ عدة سنوات. فإذا الذي تغير بين عشية وضحاها هو التناول الإعلامي عندما خرجت الصور والفيديوهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وفي مدينة باريس عاصمة الأنوار وعلى بعد سنة من ألعاب أولمبية. البرامج الفرنسية كانت يعني كانت دائما منذ عدة سنوات تتناول هذا الموضوع وتنقل المشاكل، ولكن لم يأخذ هذا الحد. فإذا المشكلة هي متصاعدة، ولا يمكن أبدا حتى يعني لا يمكن لأحد أن يقول أنها انتهت بعد أسبوع أو لا أسبوعين. المخاطر ديال الأحداث الدول، مثلا بلجيكا عرفت لنسميه غازو سنة 2019، هذا لا يعني على أنه في باقي السنوات أو بعد هذه السنوات الحشرة اختفت. الحشرة لازالت مستمرة، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عرفت سنة 2010 هجمة كبيرة لبق فراس، وتم التعامل معها بقوة، ولكن لا زالت إلى حد اليوم رغم التحكم في انتشارها ولم نقل القضاء عليها لحد ساعة لا زالت نيويورك هي ثاني مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من بق الأفريسة. لنقول على أن المخاطر لنقل هذه الحشرة تبقى دائما مستمرة، اليقظة تبقى دائما مستمرة، وليست بالضرورة هي اليقظة في الحدود فقط، أبدا يقظة المواطنين يجب أن يكونوا منتبهين إلى علامات ظهور هذه المرة على أجسامهم، الحشرة في بيوتهم، عدم نقلها إلى بيوتهم. فإذا المشكلة ليست حادة بل هي مشكلة مزمنة، ويجب الاستمرار في الانتباه لها واليقظة تجاهها. شكرا لك دكتور طيب حمدي. بروفيسور خالد فتحي، طبعا نحن نتحدث عن مسألة مرتبطة بقضايا الصحة العامة، وقضايا الصحة العامة كما ذكر ضيفنا أيضا من العرائش في حالة فرنسا وفي حالة أيضا بق الفراش هي تقع في تقاطع الاهتمام والانشغال الصحي وأيضا الاهتمام الإعلامي، حتى أن البعض يقول بأنه تسليط الكثير من الأضواء على ظاهرة بق الفراش في فرنسا تحديدا وفي باريس تحديدا صنع نوعا من الرهاب الذي ذكرت أنت. هل المؤشرات تساير أن هناك وضع صحي أو وضع صحة عامة استثنائي، أم أن الأمر غير ذلك؟ هو يمكن القول أن هذه الأزمة تجري في ظل عالم لا يعرف عولمة سياسية فقط، بل هو يعرف عولمة صحية أيضا. فرنسا يسلط عليها الضوء نظرا لأنها كانت في صدارة الأحداث سياسيا، ولأنها هذه الأيام، ولأنها كذلك تستعد لاستقبال هذه التظاهرة العالمية الكبرى. في الحقيقة أن بق الفراش هو يدل على أن هناك أزمة نفسية، أزمة نفسية تعم الشعب الفرنسي، لأن تأثير هذه الحشرة أو هذا الطفيلي هو ليس مرتبطا لأنه لا ينقل أي مرض معدي، وإنما هو مرتبط بالإزعاج وبالضيق وبالتبرم الذي يسببه. هو مرتبط أيضا بفصل معين من فصول السنة، ما هو ينتشر على طول السنة وغير مرتبط بأي فصل من فصول السنة، ويمكن أن ينتشر طيلة السنة خصوصا مع هذا التغير المناخي ومع ارتفاع الحرارة الذي عرفته فرنسا. هذا الطفيلي قد يؤثر
على السعة التي هي للفنادق الفرنسية وعلى السياحة الفرنسية، خصوصا وأنه سيكون هناك ارتفاع للسياح خلال الألعاب الأولمبية. ومن هنا نفهم هذا الضغط الذي يمارس على الحكومة الفرنسية التي هي مجبرة على أن تجد حلا وعلى أن تجده في أسرع وقت ممكن. هذه هي التأثيرات طيب. التي لهذه الحشرة الصغيرة الحجم والتي تعرفها البشرية منذ ملايين السنين طيب. والتي تنتشر في جميع الدول، لكنها الآن في فرنسا تشبه ما يمكن أن نسميه بالوباء. طيب ما يشبه الوباء تقول بروفيسور خالد فتحي. دكتور طيب حمضي، حينما نتحدث عن شيء يشبه الحالة الصحية أو وضع الصحة العامة في فترة من فترات الأزمة قريبة إلى أذهاننا، طبعا نتذكر الجائحة لكن شتان ما بين الأمرين، أين ينبغي طبعا أن نضع هذه الأزمة، أزمة بق الفراش تحديدا، من منظور الصحة العامة؟ يعني إلا بغينا نتكلموا بحال مثلا اليوم فرنسا مثلا راه من النقاش الدائر هو الحشرة، يجب من الناحية القانونية تغيير موقع بق الأفرشة من السلامة العامة لا سليبريتي إلى الصحة العامة، يعني أن يصبح موضوع صحة عامة، وهذا في القوانين يعني من الأشياء التي غيرتها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وفي نيويورك بالخصوص من أجل محاربة هذه الحشرة. لماذا الفرق؟ هو أنه من نولي عندنا بق الفراش جزء من الصحة العامة، هذا يعطي صلاحيات للسلطات أنها تدخل البيوت، تدخل الغرف، تدخل من أجل مراقبة، من أجل المحاربة وغيرها. فإذا نحن يجب مع يعني عودة يعني هذه الحشرة، ويجب التأكيد على ذلك، على أننا في المستقبل سنكون أمام تصاعد هذه الحشرة في العالم، لأن الأسباب ديال الرجوع ديالها والعودة ديالها هي تتفاقم، السفر الدولي، تبدل الأشياء القديمة، المقاومة المبيدات الحشرية التي كانت تقضي عليها سابقا بشكل مطلق لم تعد كذلك. فإذا يجب تغيير طريقة تعاملنا مع هذه الحشرة، لأنها ستصبح مشكل صحة عامة ولن تبقى مشكل فقط سلامة عامة كما قال مشكلة الصحة العامة. دكتور طيب حمدي، عذرا عن المقاطعة، حينما نتحدث عن مشكل صحة عامة نتحدث عن مشكل تتسبب فيها الحشرة للأفراد، هل يتوقف ذلك عند تلك التهيجات فقط التي تسببها تلك العمليات الناجمة عن مص دماء الأفراد، أم شيء أكثر من ذلك؟ هذا الشيء أساسي. شكرا على 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 السؤال. باش نأكد من جديد على أن بق الفراش لا ينقل لحد الساعة، لا ينقل علميا في التجارب في الدراسات، لا ينقل أمراض بين الإنسان من إنسان إلى إنسان، سواء فيروسات، سواء بكتيريا، سواء طفيليات. هذا جيد. هناك فقط احتمال يعني ليس مؤكد أنه ينقل مرض لا يوجد إلا في أمريكا اللاتينية، وهذا ليس مؤكد وبالتالي هو بعيد عنا كل البعد. فإذا يمكن الجزم اليوم على أنه في مناطقنا هذه الحشرة لا تنقل الأمراض بين الإنسان. المفعول دياله مفعول حول الجلد، إذا كانت إصابة كبيرة جدا في بيت الماء وخصوصا عند الأطفال ومزمنة، يمكن نادرا يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم، ولكن مشكلة هو مشكل نفسي ورهاب وخوف وقلق، وهذه أشياء تتعلق بالصحة العامة، بالصحة وليس فقط بسلامة سلامة البويس. أنا كذلك إضافة لما قال صديق بروفيسور خالد فتحي، الحشرة تشتغل طيلة السنة، ولكن خلال فترات الحرارة تكون نشاطها يكون مفرط جدا. في البرد أقل 13 درجة تختبئ وتختفي وتنام، يمكن أن تنام لمدة 6 أشهر أو سنة بدون أكل. خلال حين ترتفع الحرارة مثل هذه الأيام أو مثل فصل الصيف تتكاثر بشكل كبير جدا، أولا تبيض أكثر، كتبيض أكثر، ثانيا تنمو بسرعة بالغة من البيضة إلى 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 يعني تصبح حشرة بالغة، وثالثا
تعيش أطول. فإذا حين تكون الحرارة يكون الانتشار ديالها سريع جدا، وهذا ما يفسر جزئيا كذلك ما يقع الآن في فرنسا. طيب شكرا لك دكتور طب حمضي. بروفيسور خالد فتحي، حينما نتحدث عن يعني التأثيرات التي سببها هذا الوضع في فرنسا على كل الدول، نتحدث عن طبعا المغرب وعن عدد من الدول التي رفعت من مستوى الجهوزية من مستوى اليقظة في التعامل طبعا من أجل اتقاء شر هذه الحشرة وانتشارها أيضا، عمليا هل ما بذل لحد الآن هو كافي؟ وهل لدينا بالفعل الأدوات التي تمكن من اتقاء أي انتشار غير متحكم فيه أو استثنائي لبق الفراش؟ وليس هناك في العلاقات الدولية ما يدفع الدول إلى أن تتعاون فيما بينها لأجل منع تسلل هذه الحشرة عبر الحدود، وبالتالي يبقى الأمر يعني رهينا بالتدابير الوطنية التي تتخذها كل حكومة على حدة. بالنسبة لفرنسا هناك تغير نوعي في الحرارة التي ارتفعت بهذا البلد، وهذا ما قد يفسر حاليا هذا الارتفاع في عدد البؤر، بؤر بقاء الفراش. بالنسبة لنا، بالنسبة لدول المغرب العربي وللمغرب بالتحديد، قامت وزارات الصحة وكل المتدخلين برفع الجهوزية، ورفع الجهوزية يعني أننا نمنع دخول هذه الحشرة قدر الإمكان من خلال مراقبة المعابر البرية والجوية والبحرية ومراقبة السفن التي تغادر والتي ترسو بموانئنا والطائرات، وكذلك من خلال توجيه النصائح للذين يعتزمون القيام بسفر دولي، وكذلك الإعلام وتعبئة الإعلام من أجل أن يعطي الإرشادات اللازمة للسكان لأجل مراقبة دخول هذه الحشرة أو نبتاق بؤر محلية، وكذلك لأجل التواصل مع المواطنين لتخفيف الذعر، لأن الآن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل كل مواطني العالم يطلعون على الفيديوهات التي نشرها الفرنسيون بأنفسهم لتحفيز حكوماتهم، وهذا يكون له تأثير خارج الحدود الفرنسية، ويجب أن تستجيب الحكومات الأخرى التي توجد خارج أوروبا لهذا الضعر بأن تبادر إلى طمأنة الناس، ولكن دون أن يكون هناك تهويل، وأيضا دون أن يكون هناك تهويل للأمر، وإنما الاستعداد والرصد الاستباقي واليقظة، وكذلك تعبئة الشركات التي تقوم برش المبيدات الحشرية وجعلها أيضا على مستوى معين من التعبئة، أي أننا نكون جاهزين للتحرك إذا ما تغيرت المعطيات. شكرا لك بروفيسور خالد فتحي. دكتور طيب حمضي، في فرنسا طبعا لا شيء تقول السلطات يبدو أو يؤشر على أن هناك نوع من الاكتساح أو الاجتياح السريع والمفاجئ، لكن تقول السلطات الصحية هناك والوكالات المتخصصة أن هناك منحة لوجود خطر طويل الأمد، ما يعني ماذا يعني ذلك؟ هذا هو الذي تحدثت عنه قبل قليل، هو أنه طبعا لمدى اليوم الحشرات أصبحت تغزو العالم من جديد، تعود له من جديد، ببساطة لأن المبيدات التي نستعملها اليوم عوض الدي دي تي الذي كان يستعمل سابقا والذي تم منعه في السبعينات، هذه المبيدات لم تعد لها فعالية كبيرة على الحشرات على بق الفراش لأن اكتسبت واحد المقاومة ضده. ثانيا لأن هناك سفر دولي هائل جدا، نحن لم نعد في الأربعينات والخمسينات، اليوم حشرة يمكن أن تنتقل من دولة إلى دولة إلى 10-20 دولة في أقل من ساعة أو ساعتين. ثالثا هناك واحد اتجاه عام في الدول الغربية التي عاد إليها بقوة، عادت هذه الحشرة بقوة إلى واحد نمط تفكير بيئي جيد جدا، هو عدم التفريط في الأشياء وإضاعة الأشياء واستعمال الأشياء القديمة، ولكن للأسف هذه الأشياء القديمة، مكتب قديم، باب قديم، نافذة قديمة التي نعيد استعمالها بنية بيئية، مع الأسف
هي الطريقة التي تدخل بها الحشرات، هذه الحشرة إلى منازلنا، وحين تدخل يكون من الصعب، ليس من المستحيل ولكن من الصعب إخراجها. فإذا ولذلك قلت على أنه هذه الحشرة هي مرشحة في المستقبل من السنوات أن يعني أن تعود أن نتكلم عنها أكثر وأكثر. ولهذا أنا أقول دائما هناك دائما نقمة وسطها نعمة، حتى بالنسبة للفرنسيين، الفرنسيون يعانون منذ عدة سنوات هذا المشكل، ولكن هذا الحديث الآن الكبير جدا ورغم هذا الفزع الكبير جدا وسطه واحد نعمة كبيرة جدا، وهي أن يعي المواطنون سواء في فرنسا سواء في المغرب أو في الدول الأخرى، يعوا بأن هناك مشكلة اسمها بق الفراش. هذا المشكل سيتعاطف في المستقبل، وهناك خمس طرق مهمة جدا لمحاربتها ولمواجهتها. الطريقة الأولى هي وعي المواطنين، الطريقة الثانية هي الوعي المواطنين، الطريقة الثالثة هي وعي المواطنين، والطريقة الرابعة هي محاصرتها حتى تنتشر من بيت إلى بيت، والطريقة الخامسة هي القضاء عليها فور اكتشافها. فإذا الوعي والمعلومات الصحيحة حول الحشرة، أعراضها، كيف نتم تشخيصها في البيت، كيف يمكننا أن لا ندخلها إلى بيوتنا، الحشرة لا تدخل إلى بيوتنا من تلقاء ذاتها، الحشرة لا تتحرك في العموم إلا مترين، في أقصى تقدير تتحرك 20 متر. فإذا نحن من نقوم بإدخالها بيوتنا عن طريق تصرفات خاطئة أو عن طريق جهلنا بهذه القواعد. فإذا هذه إذا كانت نقمة اليوم فوسطها نعمة أساسية، وهي أن العالم كله يتحدث عنها ويتسلح بالوعي وبالتصرفات السليمة لمحاصرتها، عوض أن تنتشر وليس لدينا مبيدات قوية جدا لمحاربتها وندخل في دوامة ربما نكون إحنا خاسرين فيها. فإذا الوعي مهم جدا، بالوعي بهذه الحشرة للوقاية منها. شكرا لكم دكتور طيب حمدي. بروفيسور خالد فتحي، نحن نتحدث عن بق الفراش في فرنسا، ولكن باستحضار هذا التزامن الآن مع هذا الوضع المرتبط بالسلامة الاجتماعية وبالصحة العامة، نستحضر أيضا أن هناك إطار جديد لربما يخالف الترسيمات السابقة لمنظورنا للتهديدات المرتبطة بالصحة العامة. كيف ينبغي النظر الآن إلى لنقل جدول أو خارطة أو بيانات تهديدات الصحة العامة؟ هو العالم الذي نعيش فيه أصبح مهددا أكثر بالمخاطر الصحية. الاجتماع العالي المستوى الذي تم في الأمم المتحدة مؤخرا أشار إلى هذه النقطة، وأشار إلى التفاوتات في المجال الصحي بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو. نحن نعيش في زورق واحد وعالميا، وبالتالي الجهوزية الصحية للعالم هي رهينة بالجهوزية الصحية لأفقر دولة توجد في هذا العالم، وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود، لأن التغير المناخي سيجعل العديد من الأمراض التي كنا نعتقد أنها دخلت خزانة التاريخ تعاود الظهور من جديد. عندما نمعن في استعمال التكنولوجيا فإننا نسهل حياة الناس، ولكننا نخلق لهم أيضا مشاكل جديدة ومن ضمنها المشاكل الصحية. بق الفراش مثال على هذا، لأن بق الفراش كان قد اختفى عند الخمسينات، لأننا كنا نستعمل مبيدات قوية، ولكن هذه المبيدات لها آثار جانبية، وعندما تم إيقاف استعمالها استعملت، ظهر هذا البق الجديد واستعملت مبيدات أقل فاعلية، وهو يطور مقاومة ضد هذه المبيدات. وهنا أتفق مع الدكتور حمدي أن المشكلة هي مشكلة ستظل معنا على المدى الطويل، لأنه للأسف فيما يخص مثلا بق الفراش، الخوف هو أن لا يكون لنا يعني أسلحة كثيرة نستعملها، لا نستطيع أن نؤثر في السفر الدولي، لا نستطيع أن نؤثر في الحركة التجارية.
يبقى الأمل هو كما كان الأمر في كورونا، وأن نقوم بتعبئة المختبرات من جديد لأجل أن تصنع لنا مبيدات تكون فعالة ولكنها لا تضر البيئة، وهذا يتطلب في هذه النقطة بالذات أيضا تكاتفا دوليا، وليس بقى الفراش هو المشكلة الوحيدة. هناك الآن مشكلة الغداء، مشكلة الجوع، مشكلة التصحر، مشكلة ندرة المياه، الحجرات، النازحون، كل هذا سوف يؤدي إلى أن نعاني في المستقبل من أمراض جديدة إلا إذا استوعبنا الدروس جيدا وتصرفنا كيد واحدة على المستوى الدولي بطبيعة الحال. شكرا لكم بروفيسور خالد فتحي. دكتور طيب حمضي، فيما يتعلق بالأطر التي في الواقع تنظم ما يتعلق بتدبير الاستجابات الصحية للأزمات الصحية الطارئة، كل الأدبيات المتوفرة والبروتوكولات الموقعة عليها أيضا تشير إلى أهمية الاستجابة السريعة بأسرع وقت ممكن من أجل لنقول حصر التأثيرات. إلى أي مدى كانت الاستجابة الفرنسية وفق هذه المعايير، وماذا يحتم ذلك من خلال دروس هذه التجربة على الدول التي ترفع من مستوى يقظتها تجاه بق الفراش؟ طبعا نحن نتابع الان اولا تطور الوضع، يعني شخصيا كنت اتتبع يعني تطور بق الفراش في فرنسا منذ عده سنوات من خلال التقارير الطبيه واختار التقارير الاعلاميه كذلك. انا اظن على انه هذا يعني بتقييم سياسيين فرنسيين وسائل اعلام فرنسيه، كان هناك ربما كان هناك بعض التباطؤ في معالجه المشكل وتقييم تطورها في المستقبل. فرنسا عانت مع كأس العالم 98 بعد نهاية كأس العالم، عانت من هذه المشكلة ديال بق الأفرشة وتطورت في عدة مدن بخصوص مثلا مدينة مارسيليا، وكانت هناك عدة مقالات وروبورتاجات، ولكن لم يكن الاهتمام عام في فرنسا بهذا الموضوع. اليوم طبعا نرى على انه طبعا نحن على بعد سنه من اولى الالعاب الاولمبيه، ومن الضروري ان السلطه الفرنسيه ستتخذ عده اجراءات، وهناك تجربه دوليه في هذا المجال. لماذا ارجع للتجربه الدوليه؟ لان هناك الولايات المتحده الامريكيه التي عانت قبل اوروبا من هذه المشكله، وبالتالي محاربه الافه اولا تتوقف على توعيه الناس ومحاصره مثلا يجب، وهذا يناقش الان، سيتم مناقشته، تغيير الحشرة من مشكل ديال السلامة العامة إلى مشكل الصحة العامة، أن يصبح من الضروري على المواطن الذي يجد حشرة بق الفراش في منزله من الضروري الإبلاغ السلطات عنها، من كذلك يعني فرض إجراءات جديدة على وسائل النقل العمومية وعلى الفنادق وعلى غيرها، وحتى بالنسبة للشقق التي يتم كراؤها التي يتم بيعها يجب التأكد من سلامتها والإبلاغ بالحشرات إن كانت فيها، كذلك التخلص من الأتات في الشارع العام يجب تنظيمه بقوانين جديدة. فإذا فرنسا ستشهد كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية من قبلها تغيير في القوانين، تغيير في الطرق. في نيويورك كانت عدد الشركات التي تحارب هذه الحشرات انتقلت 8 مرات في ظرف 10 سنوات، يعني هذه كل أشياء كان من الممكن أن يتم العمل بها قبل سنوات، ولكن طبعا دائما من الممكن تدارك الأمر، وهذه أشياء يجب تغيير القوانين، يجب البحث العلمي، يجب تغيير الطرق التعامل مع هذه الحشرة، يجب توعية المواطنين بها. الناس لا تعرف بقى الحشرات لا في فرنسا ولا في المغرب ولا في دول أخرى لأنها لم ترها منذ زمن بعيد، ولكن يجب القول دائما أن الهدف من هذا كله ليس هو القضاء على هذه الحشرة تماما، لأن هذه الحشرة كانت منذ أكثر من 3000-4000 سنة وهي مثبتة أنها موجودة آلاف السنين وهي مع الإنسان. الهدف ليس القضاء عليها تماما، ولكن الهدف هو التحكم فيها والتحكم في انتشارها حتى لا تشكل مشكل صحة عامة ولا مشكل ديال قلق عام بالنسبة للمجتمعات.
شكرا جزيلا لك دكتور طيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات الصحية، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، حدثنا من العرائش على كل هذه التوضيحات. نشكر من الرباط أيضا ضيفنا دكتور البروفيسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب الرباط، متخصص في القضايا الصحية، على مشاركته القيمة معنا. وبذلك مشاهدينا الكرام نمضي إلى الجزء الثاني من موضوع اليوم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام أهلا بكم في الجزء الثاني من موضوع اليوم. يثير النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية المقترح توترا، والجديد طبعا توترا في قطاع التعليم بين الأساتذة والوزارة الوصية، حيث نظمت فعاليات تربوية وقفتين احتجاجيتين بالرباط تزامنا مع مناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس، وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن النظام الجديد يروم تعزيز جاذبية التعليم واسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها، تعبر بعض الفئات على تحفظها على مضمونها الإصلاحي وحقيقة استفادتها هي في إطاراتها من مقتضيات هذا النظام الأساسي. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا الأستاذ صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. أستاذ صادق الرغيوي أهلا بكم. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. إذن هناك مستجدات في القطاع التربوي بكل تأكيد، أبرزها ذلكم الحوار الذي شاركت فيه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي تم خضع عنه هذا النظام الأساسي والذي أتى بعدد من المستجدات في الواقع. كيف تنظرون أنتم إلى أبرز مخرجاته وهذا التوتر الذي لربما عبرت عنه بعض الفعاليات في القطاع التربوي؟ في البداية نشكركم على الاستضافة، لكن في البداية لابد أن نعبر باسم النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أولاً عن استنكارنا واستهجاننا للعنف الذي مورس ضد الأستاذات والأساتذة الذين احتجوا في إطار الاحتجاج السلمي بالرباط وبمختلف المدن المغربية يوم أمس. لكن في نفس الوقت لابد كذلك أن نستنكر إقحام الأستاذات والأساتذة في شعارات سياسية خارجة عن المطالب المشروعة والعادلة للنساء ورجال التعليم الذين هبوا إلى الرباط من أجل الاحتجاج حول الملفات المطلبية للنساء ورجال التعليم. هذو جوج ديال النقاط أساسية فيما يتعلق بمستجدات هذا النظام اللي احنا شاركنا فيه. لابد من الإشارة لأنه هذا المطلب كان مطلبا أساسيا للنساء ورجال التعليم منذ صدور النظام الأساسي ديال 2003. فمنذ صدور نظام 2003 يعني بعد أسبوع أو أسبوعين ظهرت ثغرات في هذا النظام ديال 2003، وتم تعديله لأزيد من 15 تعديل منذ 2003 إلى الآن. وبالتالي بدينا الحوار حول صياغة هذا النظام الأساسي الجديد ابتداء من 2014، وابتداء من 2011 كانت لدينا ملفات كثيرة تتراكم، ملفات مطلبية فئوية إلى غير ذلك. لكن المؤسف هو أنه لم يحل أي ملف منذ 2011 ديال الملفات المطلبية لمختلف الفئات، وتراكمت هذه المطالب بحيث أنه أصبح يتعذر معالجتها كليا مرة واحدة. بدينا الصياغة ديال النظام الأساسي، لكن كانت هناك مماطلة وتسويف إلى حدود 15 أكتوبر 2021 بدينا في الحوار من أجل صياغة حقيقية ومشاركة حقيقية. كنتم طرف في هذا الحوار؟ ونحن أطرف فيه بطبيعة الحال. طبيعة الحال تقدمنا كثيرا، وصلنا إلى توافقات كثيرة، وكذلك وصلنا إلى اختلافات كثيرة في هذا النظام. لا يمكن القول بأن هذا النظام لم يأتي بشيء، لأنه أتى بالكثير من المستجدات، الكثير من المكاسب للنساء ورجال التعليم، لكن نقول أن هذه المكتسبات غير كافية للنساء ورجال التعليم. الدليل هو الخروج ديال الآلاف ديال النساء ورجال التعليم للاحتجاج على هذا النظام الأساسي، وخاصة الفئات التي لم تستفيد من هذا النظام الأساسي. هنالك فئات استفادت، ولكن هنالك فئات لا زالت لم تستفيد. من هي الفئات التي استفادت بداية؟ الفئات التي استفادت تكون واضحين هي فئات، أولا الفئات التي أعطيت لها تعويضات تكميلية، وهذه الفئات اللي كانت تستفيد، لكن الآن تم مضاعفة أحيانا بنسبة 100%. تشمل أي أطول هؤلاء؟ هذه الأطول الإدارية والتفتيش والمبرزين وما إلى ذلك.
لكن فئات المدرسين، فئات المدرسين لم تستفيد، فئات المدرسين تم الاستفادة. سنأتي إلى الفئات التي لم تستفيد وبالتفصيل، حتى فقط بغيت نركز معك في هذا النقطة تحديدا، لأنه في النقاش الذي سبق مسألة الحوار مع الوزير الحالي بين النقابات والوزير الحالي، كان هناك مسألة الأساتذة المتعاقدين، كانت قضية مركزية لربما تختزل كل النقاش حول إصلاح النظام الأساسي. هل هذه العقبة الآن تم تجاوزها بشكل يرضي الفاعلين النقابيين ويرضي الفئة عينها؟ نعم، هذا النظام الأساسي في الحقيقة كان جوج نقاط مركزيين، فيه نقاط كثيرة، يمكن لي نقول لك أكثر من 30 نقطة اللي كانت تتطلب المعالجة، لكن نقطتان مركزيتان. النقطة الأولى هي ملف التعاقد. النقطة الثانية هي المقصيين من خارج السلم. المقصيون من خارج السلم تقريبا 200 ألف اللي في المنظومة، اللي ما كيوصلوش، ما كيسمح لهمش النظام الأساسي السابق أن يصلوا إلى خارج السلم، فيهم الأساتذة الابتدائي والأساتذة الإعدادي. هذا النظام فتح الآن خارج السلم أمام كل هذه، هذا يرضي الفئات المعنية؟ طبيعة الحال، لأنه فرق كبير ما بين أن يبقى الإنسان قابعاً في السلم 11 منذ 2001 إلى الآن، وهناك أساتذة كان محكوم عليهم أن لا يتجاوزوا السلم 11، الآن أصبح ممكنا. نعم، الآن سيلجون خارج السلم. طيب، بل فيهم من ولج خارج السلم، المتقاعدون الآن اللي تقاعدوا إلى حدود 31 أغسطس 2023، استفدوا من خارج السلم كلهم، يخرجوا بخارج السلم ابتداء من فاتح يناير 2023. طيب، البقية سيترشحون وفق البساطير المعمول بها، أي نسبة 36% من المستوفين للشرط. هؤلاء المستوفون للشرط ديال ولوج الخارج السلم هي فئات كثيرة، وكانت نقدر نسميها معتقلة في السلم 11. طيب، الآن سيلجون فيما يتعلق بالتعاقد، وهذا الملف 140 ألف متعاقد الآن، و 140 ألف وغادي يزداد اللي كانوا متعاقدين، باش نحدوا المصطلح، لأنه موضوع التعاقد موضوع شائك، موضوع شائك. أنا قلت تعاقد فقط لأنه هو المتداول، هو المتداول. نعم، طبعا نحن نتحدث عن أساتذة الأكاديميات. نعم، طبعا نحن كنا مع كامل التحية والاحترام لكل فئات فرض عليهم طبعًا التعاقد، ولكن التعاقدات الأولى كانت مجحفة جدا وتطورت، وكل المعيقات اللي كانت الآن أزيلت. طيب، لأنه هؤلاء كانوا ينتمون إلى ما يسمى بالأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية، وبالتالي كل أستاذ وأستاذة كان ينتمي إلى نظام أساسي خاص بالأكاديمية التي ينتمي إليها، الجهة التي ينتمي. الآن هذه الأنظمة 12 ألغيت، وتم صياغة نظام أساسي واحد لكل الأساتذة بما فيهم الذين فرض عليهم التعاقد. سيتم ترسيمهم ابتداء من 2023 الاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية. هذا الحاصل، هذا شيء جيد جدا، لأنه هنالك مصطلح يتداول، هنالك أساتذة التعاقد وهنالك الأساتذة المرسون. هذا المصطلح غير موجود وغير واقعي وغير صحيح وغير سليم، لأنه ما نقولوش الأساتذة المرسون، الأساتذة اللي عندنا في المنظومة كلهم، هنالك أساتذة ينتمون إلى نظام 1985، هنالك أساتذة ينتمون إلى نظام 2003. الآن الجميع ينتمي إلى هذا النظام الأساسي الجديد على علاته، أنا أقول على علاته، لكن صرنا كلنا ننتمي الآن إلى نظام أساسي واحد، مسار مهني واحد، مسار ترقي واحد، الولوج إلى الأجور يتم تلقيها من جهة واحدة من نفس المصدر بالنسبة للآن الفئات كلها، سواء قدماء المتعاقدين الذين أصبحوا الآن في نفس النظام. الأجور هو أنه في السابق كانوا يتلقون الأجور من الأكاديميات وفي إطار ميزانية المعدات، باش نستروا عليها طبعا. هذه كان فيها نقاش طبعا، هذه كانت يعني شيء مخشي، كان فيها نقاش. نعم، هناك الآن لم تعد وفيها تأويلات، الآن صارت هناك أرقام تأجير. طيب، مناصب مالية كاملة، وهذا شيء مهم وتطور مهم في طيب الموضوع ككل. إذا تركنا جانبا مسألة التعاقد وكانت نقطة مركزية، ومسألة الدرجة خارج السلم وكانت أيضا نقطة مركزية في المطالب، الآن نأتي إلى الاحتجاجات التي كانت في الرباط وأنت علقت عليها، وطبعا ليست معنا كل الجهات، وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون من أجل
الحديث في تفاصيلها، ولكن أنا بودي أن نذهب أبعد من الإطار الوقائعي، بمعنى أنه كانت هناك احتجاجات، لكن هناك توتر لدى فئات. لماذا فئات عبرت عن أنه هي لم تستفد من النظام الأساسي أو لم يلبي طموحاتها؟ من هي هذه الفئات تحديدا؟ لابد القول أنه الموضوع شائك جدا، لأنه كانت أمامنا إشكاليات كثيرة وكثيرة جدا ويصعب حلها مرة واحدة. نحن نؤمن بالحوار، نؤمن بالتدرج، لا يمكن حل كل شيء مرة واحدة، لكن دائما أنا أقول كما يقول المناطقة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا هو المنطق النقابي، وخذ وطالب. الفئات، هنالك فئات لا بتستفيد على الإطلاق. أبرزها؟ أبرزها أساتذة الثانوي التأهيلي اللي ما استفدوش منذ 1985 وهما قابعين خارج السلم، وصلوا خارج السلم الناس، راه فيهم اللي وصل 2000 2001، راح حتى خارج السلم، ولا كنقولوا الزنزانه 10 الزنزانه 9، الان هنالك الزنزانه خارج السلم. لكن اليست طبعا هذا الانسان وصل السقف 2001، تصور واحد خدام من 2001 وصل لواحد السقف اللي ما غيتجاوزوش، ما عندوش حوافز اخرى، ما عندوش حوافز اخرى، ما عندوش تطور في المسار المهني. طيب اذا كان يجب الحل، وهذا الشيء ماشي كنقوله الان، الشيء دائما نقوله في كل الحوارات ديال هذا النظام الاساسي، وما زلنا متشبثين به وغنوصلوه ان شاء الله، لانه نعرف انه من سار على الدرب وصال، غادي نوصلوه، لكن عبر الحوار وبمراحل. واحد اثنين، فيما يتعلق بالسيد الثانوي التاهيلي والفئات المماثله اللي هما قابعين خارج السلم، اولا كاين الحوار المركزي، كاين الاتفاق ديال 30 ابريل 2022، واللي فيه فتح درجه جديده. هاد الدرجة الجديدة الآن اللي هي كتهم الوظيفة العمومية ككل، ومن ضمنها التعليم اللي كيشكل 54.5% من الوظيفة العمومية، خص الآن الحكومة الحالية في أقرب وقت خص تدوز لنا الدرجة الجديدة اللي غيستافدوا منها السيد الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى فتح اللي وصل الآن يعني السقف ديال خارج السلم، كيخصوا إضافات. أو حنا عندنا اقتراحات، عندنا اقتراحات وحطيناها للوزارة، راه ماشي تينا الوزارة اقتراحات بالنسبة للخارج السودان، كان ممكن أن تحل وما يكونش هذه الإشكاليات اللي بتروحة على أي. طيب نحن نؤمن أن هذه المشكلة، هذه الفئات الأكثر تضررا، هناك بعض الفئات المرتبطة بزنزانة 10، هادو الآن تم حل الإشكال عبر إضافات سنوات جزافية لأقدميتهم، وغادي تحل المشكلة. يعني بالفعل بالقدر الذي يرضي هذه الفئة، نقول لك احنا بالنسبه لنا احنا كنقابات، وحنا لا شيء يرضينا يعني رضا مطلقا ومثاليا، ولكن بطبيعه الحال نطالب بمنطق الواقعيه، بمنطق الواقعيه استجاب بحلول واقعيه وموضوعيه. المساله الثانيه واللي هي اشكال في التعليم حقيقي، هي مساله التمويل، لانه عندما نتحاور مع الحكومه، ماشي غير هذه الحكومه، جميع الحكومات تتعذر بانه التعليم مكلف، لاننا بزاف، لاننا كثار القطره، لا يمكن لهذا البلد أن يتقدم إذا لم تحل إشكالية التعليم، إذا لم تحل إشكالية التمويل ديال التعليم، وعدم اعتبار الجانب الموازناتي في والمالي بالنسبة للتعليم. الحكومة تقول بأنه ستتم تعبئة 9 مليار درهم إضافية كل سنة، ستضيف 9 مليار درهم للوفاء بهذا بمتطلبات هذا النظام الأساسي. سي محمد، 9 مليار درهم على مدى سنوات، لا كل إضافية كل سنة، 2.5 مليار سنة في القانون المالي الحالي 24، 2.5 مليار في 25، 2.5 غادي نوصلوا، جميل هذا التطور، 2.5 مليار درهم ديال المليار، 9 ديال المليار ديال الدرهم، أعتقد أنه مبلغ ليس مهما جدا بالقياس إلى الأهمية ديال التعليم، باعتباره القضية ثانية ذات الأولوية بعد قضية الوحدة الترابية. ومني كنجيو للتمويل كنقولوا انه التعليم مكلف، هذا 2.5 مليار درهم اضافيه كل سنه. نعم. وصولا الى 2027، واشكرك على ذلك التدقيق، هل هي كافيه؟ انا اقول غير كافيه، هذا اللي كنقوله، لانه عندنا واحد المطلب اللي هو اساسي في التعليم، التعليم الاجر في التعليم يعتبر هو الاقل في الوظيفه العموميه كمعدل، هو الاقل بالقياس للقطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية، أنا أتحدث عن الوظيفة العمومية، نطالب فقط بمماثلة أجرة نساء ورجال التعليم بالأجرة في الوظيفة العمومية، لا أعتقد أن هذا المطلب هذا
غادي شي واحد اللي بغى يتفقش معنا عليه. نطالب بالمماثله مع اخواننا في الوظيفه العموميه على مستوى الحوافز الماديه اللي كاينه. التعليم هو الوحيد اللي ما عندوش حوافز ماديه. في الزلزال ونترحم على شهداء الزلزال وعلى ضحايا الزلزال، مني مشينا للمناطق شكون لقينا تما في المناطق المتضرره؟ القطاعات ديال الوظيفه العموميه كنلقاو المعلم او المعلمه هما الوحيدين اللي موجودين في هذيك القرى النائيه اللي تضرت. المعلم والمعلمه موجودين في كل مناطق المغرب، لكن مع الاسف هم الادنى اجرا. ان الاوان في ظل الاصلاح اللي كيطلع له الشعب المغربي. نحن الان في منعطف ديال اصلاح التعليم. هذا الاصلاح ديال التعليم اللي نص عليه القانون الاطار، اللي نص عليه الرؤيه الاستراتيجيه، اللي نص عليه النموذج التنموي الجديد، لا يمكن ان يتم الا من خلال اصلاح الاوضاع الماديه والمعنويه للنساء ورجال التعليم. هذا المدخل واللي نصت عليه هذه القوانين، هذه القانون الاطار، الرؤيه الاستراتيجيه، النموذج التنموي الجديد. يتطلب من الحكومه الان، يتطلب من الحكومه ان واحد الوقفه، واحد القرار سياسي، واحد القرار سياسي لإصلاح الأوضاع المادية والمعنوية للنساء رجال التعليم، من أجل ما تسمي هذه الأدبية هذه الآن المدرسة الجديدة اللي كنطمحوا ليها. طبعا المدرسة الجديدة، مدرسة عمومية جديدة. نعم. في العمق، أليست المركزيات النقابية والنقابات بشكل عام، سواء المشاركة في الحوار المركزي أو غيرها، راضية في العمق على حجم التقدم الذي تم إحرازه ب هذا النظام الأساسي، ولربما هي أيضا مقتنعة بأنه لا محالة أن تكون هناك احتجاجات جانبية بين مزدوجتين لأي إصلاح يمكن التوصل إليه. هل الواقع هو هذا أم أن بالفعل هناك حالة عدم رضا لديكم؟ نحن منطقيون وموضوعيون. الرضا اللي كنقولوا الرضا التام غير موجود على الإطلاق. احنا نؤمن أنه انتزعنا وعبر آلية الحوار والتوافق مع وزارة التربية الوطنية وبالتوافق مع الأطراف الحكومية الأخرى انتزعنا أشياء مهمة، لكن لسنا راضوا. واحد، اثنين، الرأي العام هنالك مغالطة. نحن لم نوقع على النظام الأساسي الجديد. نحن وقعنا على اتفاق 14 يناير 2023، هو الاتفاق الإطار المؤطر للنظام الأساسي. أما النظام الأساسي هو مجموعة جزئيات وتفاصيل غير متفقين عليها. لكن لا ترفضون. نطمح نحن لا نرفض ما هو إيجابي. طيب، ما هو إيجابي؟ لأنه القانون النقابي أو الفلسفة النقابية تقول خذ وطالب. ما هو إيجابي؟ قابل ولا توقع. ما هو؟ لأنه النظام الأساسي لا غير باش يفهموه. طيب تفضل. لا غير باش يفهموه. النظام الأساسي كتوقع الحكومة. طبعا وصدقت عليه الحكومة. ما كيوقعوش النقابات. هل تدافع عليه النقابات؟ ندافع على الجزء الإيجابي ولا ندافع على الجزء السلبي؟ الجزء السلبي ما زلنا نطالب الوزاره، رحنا عندنا مراسله مع الوزاره، راه مازال قبل المصادقه يوم 27 رحنا راسلنا الوزاره بتعديلاتنا وباقتراحاتنا قبل ما تصدق عليه الوزاره، ولم يؤخذ اقتراحاتنا. ولكن احنا بطبيعه الحال دائما متفائلين وايجابيون. نحن نطمح لانه الاقتراحات ديالنا النقابات الاربع، وبالمناسبه لابد ان نستعرض النقابات الاربع اللي ساهمت واللي تشبت بالتنسيق مع هذه النقابات الاربع من اجل اصلاح الاوضاع. المسائل السلبيه اللي مازال احنا كنطمحوا، هل هي اساس وبوادر مفاوضه جديده مستقبليه مع الوزاره؟ المفاوضات لم تقف. واحد، اثنين، لا نعتبر النظام الاساسي قرانا. النظام الاساسي هو قانون خاضع للتعديل كل لحظه. انا قلت لك النظام ديال 2003 راه 2005 تعديل، تعديل جذري. طيب، هذا الإصلاح في الواقع أخاطب أيضا لغة الصدق الموجودة. نعم. لديكم أيضا، هل يمكن أن يضمن استقرار في المدرسة العمومية وأن يثمن أيضا هذا المجهود الذي يسعى لحفظ الزمن المدرسي وأن يكون الأساتذة أيضا في وضع جيد في هذه المرحلة؟ نعم، المسألة دي الاستقرار أولا لابد من العودة غير واحد شوية للور. منذ 2011 إلى الآن لم تتم الاستجابة لأي مطلب من مطالب العادلة للنساء ورجال التعليم، وهذا أدى إلى فقدان الثقة، فقدان الثقة ديال النساء ورجال التعليم في الحكومة، فقدان الثقة ديال النساء ورجال التعليم في النقابات، لأنه النقابات ما كتجيب لهم والو، وبالتالي ظهرت تعبيرات اجتماعية، تعبيرات تنسيقيات وكذا جديدة. شيء طبيعي، ما دام أنه النقابات والحكومة ما كيجيبوا والو،
شيء طبيعي انه ضرب التعبيرات الاجتماعيه واحتجاجيه. انت متفائل انه النظام الاساسي الجديد يمكن ان يضمن استقرار في المرحله المقبله؟ جواب مباشر، جواب مباشر. النظام الاساسي الجديد اعتقد انه سيساهم، لكن سيساهم في حاله الاستمرار الان في المفاوضات، استمرار في التعديلات، قبول التعديلات، قبول الاقتراحات، الانصات لنبض الشارع ديال الساحه التعليميه. شكرا جزيلا لكم الاستاذ صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عضو الفيدرالية الديمقراطية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. شكرا لك على كل التوضيحات، وبكل تأكيد ستتاح لنا الفرصة أيضا مع مركزيات نقابية أخرى وأيضا مع وزارة التربية الوطنية متى أمكن ذلك أن نتوسع أيضا في مستجدات النظام الأساسي لرجال ونساء التربية الوطنية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني medianTV.com وتابعوا منصاتنا الاجتماعية الرقمية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.